الدرس الأول أحبائي زي ما أنتوا شايفين، الدرس الأول الناس التانيين دول أعدائنا، أما الدرس التاني مفيش حاجة اسمها فلسطين، أنتوا سامعين؟ الدرس التالت بقى أحبائي، وده أهم نقطة، مفيش حد زينا ولا حد قدنا، أصل إحنا أبناء ربنا ولا إيه؟ هو ده اللي بيعلمه الاحتلال لأولاده في المدارس. عايز تعرف المناهج الإسرائيلية شايفانا كعرب إزاي؟ تعال أحكي لك اللي اكتشفته. لو سألتك إيه أهم عضو في جسم الإنسان؟ أكيد عقله، وإسرائيل عرفت ده من البداية، وفهمت إن توجيه وتغذية العقل بمعلومات معينة هتصنع منه أهم وأقوى سلاح. علشان كده التعليم وتأسيس ولادهم بالأفكار اللي عايزينها كان أهم أسلحتهم، يمكن أخطر كمان من الدبابات والطيارات والمدافع، لأنك كده بتحول الإنسان نفسه لآلة قتل حتى لو مش معاك كل الأسلحة دي. كشف النهاردة جه بعد ما قريت بحث منشور في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي بيناقش المناهج التعليمية في مصر ونظرتها لإسرائيل، وهنا فكرت يا ترى المناهج الإسرائيلية شايفة العرب والفلسطينيين إزاي؟ بص يا سيدي، باحث اسمه إلديت باردو، إسرائيلي طبعاً، أجرى بحث بعنوان العرب والفلسطينيون في الكتب المدرسية الإسرائيلية. قال فيه إن في الوقت اللي بتستمر فيه أعمال العنف الموجهة ضد الإسرائيليين وعملية السلام اللي ما حققتش أي تقدم، هنلاقي إن التعليم في إسرائيل مستمر في الالتزام بتعليم السلام، وإن العملية دي بدأت من سنين، وده لإعداد الشباب اليهودي لحياة سلمية مع العرب والفلسطينيين. وقال كمان إن المناهج الدراسية الإسرائيلية بتحقق نجاح كبير لما بتفهم الأجيال الشابة إن إسرائيل هي دولة لجميع المواطنين اللي بيتقاسموا مصير سعيد ومتفائل. طيب هنا بقى لو جينا نحلل ده من خلال الكتب المدرسية الإسرائيلية، هنلاقي إنه بيتكلم فعلاً عن السلام، لكن سلام مزيف هو صنعه. فهنا مثلا هنلاقي الخريطة دي في كتاب الجغرافيا بتشير إلى إن الحدود السياسية في منها نوعين، الأول حدود متفق عليها زي الحدود مع مصر والأردن، وفي حدود متنازع عليها، وفي الحالة دي هيبقى في خوف من اندلاع صراع بين الدول. وهنا أيها المشاهد، التلميذ الإسرائيلي النجيب اتعلم إن الحدود المعترف بيها بالنسبة ليهم هي الحدود مع مصر والأردن بس، غير كده مفيش، يعني الفلسطينيين مجرد ناس موجودة، هم ايه بقى مش مهم. وبخصوص الترسيخ لمبادئ السلام، في صورة تانية لفتت نظري، وهي يافطة مكتوب عليها الطريق ده يؤدي الى المنطقة ألف اللي بتقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وممنوع للإسرائيليين الدخول للمنطقة دي لان ده هيعرض حياتهم للخطر وبيشكل جريمة جنائية. ده بالظبط كأنه بيقول للأجيال الجديدة ان اللي في منطقة ألف هم ناس مجرمين، فده تحذير واضح. فأكيد هو كطفل إسرائيلي هيتربى على إن المنطقة دي وساكنيها خطر على المجتمع، وأكيد لو صادف وقابل حد منهم الشر والكره اللي جواه هيدفعه إنه يتخلص منهم بأي صورة. أما الصورة دي بقى طلاب سنة رابعة ابتدائي بيدرسوا شيء خطير، شيء بيحفر في عقلهم البسيط إن اليهود موجودين من زمان والعرب مجرد أقلية، وبيقول بالنص إن في دولة إسرائيل كان في مدن. ثانية واحدة، ده محتاج أداء تاني. كان يا مكان في قديم الزمان كان في مدن عايش فيها اليهود والعرب مع بعض، وده كان خلال حرب الاستقلال عام 1948، وإن السكان العرب في منهم هرب لما قامت الحرب، ودول أصبحوا لاجئين في دول مجاورة، أما الناس اللي فضلت في المدن بتاعتها كان اليهود هم أغلبية السكان والعرب هم الأقلية، وإن الجميع مواطنين في الدولة ومفيش ما بينهم أي تفرقة، وتوتة توتة فرقة الحدوتة. ومسح لي بقى مفردات التهجير والاحتلال والاستيطان والإبادة من عقول الأطفال دي كلها. الدكتور محمد سالم عميد كلية التربية السابق في جامعة بورسعيد المصرية كتب مقالة في جريدة الأهرام قال فيها إن مناهج التعليم الإسرائيلية أدت دور مهم في تأجيج الصراع العربي الإسرائيلي وإنشاء أجيال مشبعة بكراهية العرب، وأسهمت في غرس روح العنصرية والفوقية بتشويه الحقائق التاريخية، وساعدت لتطوير ذاكرة جماعية لليهود باختراع تاريخ ليهم يحتوي على العديد من الأساطير لتبرير وجودهم على أرض دولة فلسطين. وفي رسالة ماجستير أعدتها السيدة بسمة رشدي غانم من جامعة النجاح الوطنية في نابلس، قالت إن التربية في إسرائيل تمثل أداة لتحقيق متطلبات واحتياجات فلسفة المجتمع الإسرائيلي اللي بتهدف إلى
تكوين مجتمع موحد على أرض فلسطين قائم على القوة والعنصرية وكره الآخر مع تزوير وتشويه الحقائق الفلسطينية والعربية بما يخدم المشروع الصهيوني. عاوز أقولك أيها المشاهد العربي المعرض للتشويه، الموضوع خرج من المدرسة وأصبح أكثر عنصرية وعنف في الشارع. وفي 2009 ظهر كتاب ديني كشفت عنه معارف الإسرائيلية بيفتي بقتل الأغيار، والأغيار دول بقى هم إحنا العرب، أو بمعنى أشمل أي حد مش إسرائيلي، وبيستباح دمه لما بيساعده جيش الأشرار، وبيشجعوا الحرب ضد الإسرائيليين، أو بيفرحوا لما حد إسرائيلي بيتقتل، لدرجة لو أنت قللت من شأنهم بمجرد الكلام بس فأنت مستباح دمك، وهنا أنت هتتقتل مباشرة من غير محاكمة. والكلام ده ينطبق على الشيخ والطفل والمرأة والرجل، أي حد بالنسبة لهم هو زي القربان أو الأضحية، وده اللي بيعمله حرفين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في كل مرة بيشوفوا فيه أي واحد فلسطيني. وأخيراً عزيزي المشاهد، وبعد سنة من الحرب اللي أبادت غزة، ما زال السلام بيدرس في المناهج الإسرائيلية، السلام المستمر في ابتلاع كل الأراضي الفلسطينية، السلام القائم على مبدأ اللي مش عاجبه يمشي، السلام اللي بيدي المحتل كل حاجة وبيحرم صاحب الأرض من كل حاجة.